أي جميع الأنبياء. رح نتابع اليوم الحلقة السادسة، نحكي على المعمودية، سوف نتابع الأنبياء صرنا بسنة التفريط، المسح بالبيرون المقدس استعار القدس، الحلقة الثانية من الكلام عن القدس. ليش عيد جميع الأنبياء؟ بيجي بعد عيد العرس. لأنه كمان القداسي والاتحاد بالرب هي الدخول بروح المسيح وبواسطة روح المسيح الدخول بالمسيح. نتكلم عن القدس، نميز بالكروث الأقدس ثلاثة أقانيم، ثلاثة أشخاص بيرسون، ولكن بالكينونة الإلهية بالجوهر البدائي الواحد، ولكن لكل عمل ومن عمل الروح القدس الذي هو روح الآب والذي هو روح الابن التقديس. ويدرك المسيح ضعف طبيعته، لأنه عندما كان مع التلاميذ وكان يكلمهم أنه سيغادرهم، سيترك هذا العالم، قال لهم: سأرسل لكم معزيا مقويا، هو يتكلم باسمي، هو يشهد بلساني، لا تخاف. ما هو لي هو للآب، والآب أعطاني الروح، وأنا سأعطي الروح لك، وهو ويقودكم حيث يريد. ومن عملية المسح المقدس الختم الإلهي، ليش بنسميه ختم الروح القدس؟ نحن عم نمسح المعمود، ختم الروح القدس، لأنك أولا تأخذ الروح القدس بالذات وليس أجزاء منه، مش مواهب، عم بعطيك الروح القدس بالذات، الروح الذي سكبه المسيح على التلاميذ يوم العاصمة هو نفسه يسكب عليك يوم تعمد وتمسح بالبيت المقدس، وهو يعطيك المواهب التي تتمتع بها في حياتك وفي كنيستك. وعندما اقول ختم، تكون اصبحت مخطوما لله فقط، لانه كل واحد كان يعتبر بالملكيه، العبد يختم والشندي يختم، ويعرف ربه بعدين يسلسل في نوع الارقام ويشوف السرير يختم على ارضه الايمن ليعرف من هو هذا الشخص. ولكن انت حين تختم الروح القدس تصبح ابنا لله حرا منطلقا مبشرا ناقلا لحقيقه هذا الامر في العالم. بس قديش عم نعيش الحريه وقديش عم نعيش الروح القدس؟ ما نسال بعض. وانت بدخولك في عمليه الروح القدس تصبح نبيا، تصبح كاهنا، وتصبح ملكا. ملكا لأن الله قبل سلطك على الخليقة، تسلط على الحيوانات البرية، على الأنهار، على كل شيء، حتى بالتسمية. والتسمية برجع بذكركم الذي لم يعرف في العهد القديم والعهد الجديد، التسمية يعني تعني قد أنا بسمي الشخص يعني يسمح أنا متسلط عليك. مش هيك الفرق يوزو اسم الله بيستعملوا عدة ألقاب لأنه ما بشد يعتبروا حاله سيطروا عليه. فأنت بعد عليك أن تعود إلى هذه الحالة الملكية، حالة السلطة التي أعطاك إياها الرب آدم، تخلى عن حالة السلطة، عن حالة الملوكية إلى حالة الاستهلاك، الجوع، صار بده يستهلك، أكل، جاع، جاب الموت لنفسه، وينجر الموت اليوم، وحضارة الاستهلاك اليوم تحضرنا إلى أحدث مدركات أن نترك
من الإعلانات للشوارع، من استهلاك الجنس، من استهلاك المخدرات، من استهلاك بعض البعض، من سب بعض البعض، كل هاي قرار الاستهلاك. والإنسان كل يوم يخاف، ليه ما بتشتغل على الناس يا حبيبي؟ بدي أرتاح كيف عم بشتغل، أو رايح بدي أشتغل بتجيب مصاري لعيالي، كله بدك تجيب مصاري، وين حياة قلبك؟ وين حياة روحك؟ وين كانت علاقتك مع ربك؟ تقعد تتمشى بهبيب نصف النهار وتتسايل انت والرب، لا يقعد الملك فيه. مش اذا صار معك مصاري وهو مصاري وخسرت عيلتك وخسرت ابنك ما بيسمع منك وخسرت مرتك وخسرت كل شيء وخسرت ربك. هذا محور مش بس خسروا الله او خسروا الحاله الملكيه الحاله الملكيه، لا خسروا كل شيء، لأنه دخل القتال في عائلته بالله. خير وطن. إذا تعاد إلى أقول ملكا ولكن ملكا حقيقيا، حيث أنت تتسلط بوداع وعدالة ولا تكون مستهلكا استهلاكيا جشعا، ولكن تعيش بحالة الحرية مع الله وحالة الحرية مع الطبيعة. كاهنا لأنك بطبيعتك إنسان حيوان مدرجي، حيوان كاهني، تريد أن تقترب إلى الله، تريد أن تحاكي اللبض وتفتش عن اللبض في كل شيء، ولكن في حالة كهنوت المسيح، كهنوت البشري الذي رسمته وتلبسه الجماعة الكهنوتية، الجماعة المعبدة، جماعة تشترك في كهنوت المسيح لكي تطلب قربان من الآلهة. ما فيش عندنا مثل ما داخل لعقول الناس مثل ما كان داخل بالقرون الوسطى، في ناس وفي اخبار وفي غلط. الخور اللي كان من هون هو يخدم بياخذ كهنوت الخدمة. أما أنتم جميعنا نشترك في كهنوت المسيح العام. أنا لست إلا خادما بوظيفة المسيح الكهنوتية، ولكن كل ما نشتغل في كهنوت المسيح العام. شو هو كهنوت المسيح العام؟ كهنوت المسيح العام خطر وذات لأجلنا جميعا بدم ولحم وكل شيء، لكي يصعدنا ذبيحة حية. وكذا أنت بالمعبودية أيها المعبدون، أنتم كهنوت، ولكن على الكاهن أن يتقاضى بكهنوت ربه، أن يطيع، أن يترك شرور العالم، أن يذهب بنفسه ويقدم نفسه بكهنوته للرب، أن يكون بعيونه ناقلا كلمة الرب. مش وظيفة إخوان بس يمشوا، أنت وظيفتك بكهنوتك وبعد كلمة الله. مش وظيفة إخوان بس، الإخوان اللي بيعملوا معنا خطأ وخطأ جدي. إذا أنت لم تكن كاهنا في حياتك، شو بعد في مسؤوليتك كلها سوا؟ إذا لم تكن كاهنا في زواجك، وكاهنا في مشربك، وكاهنا في مكانك، وكاهنا فوق الكل في ظل كلمة الرب، وعيش كلمة الرب، وتقاس الخبز بجسد الرب. نبيا، كل الناس اللي بيسمعوا كلمة نبي بيقولوا هلا بشوف المستقبل. غلط. النبي هو اللي بيقرا كلمة الله بوقت الله، وقت اللي بيفتح كلمة الله وبيشوف كلمة الله شو حاصل، هيك وبينقل كلمة الله لبعض قصات، هي هو النبي. راجعوا العهد القديم يا أحبة، راجعوا العهد الجديد يا أحبة. ما في نبي بيتنبأ على قصة، ما بنلاقي نبي على كلمة الله يدين الناس، في ناس بيقفوا معهم، ناس بيقفوا ضدهم ويقاتلوا تحت.
الا بعمل مرض اعطيه دواء ثاني. ما الا استهلاك ركب كله بياكل دهب كله كله. شو بيعملوا لنا بنعرف على الشمس على الاكل على الارجيع على الاشجار على المطر على كل شيء. وبكثره الفراغ هذا والابتعاد عن هذا يخاف الناس يجب ان يعرفوا. تلفزيونات الحياه اللي بيفتح تبغ واللي بيقرا الكف واللي بيسلسل احلام واللي بيشوف مستقبل واللي بيسمع عن صوت غير الشيخ بيعرف شو فراغ. والهم اللي بتتصل يعني بتتصل سبع مرات على التلفزيون بدي اعرف انا بنتي اللي بتعمل عمليه بتطلع منها ولا لا. ابني رايح يتعلم بالسعوديه او بالسعوديه احلى ولا بقدر احلى هذا مش فراغ. أو كانش موجودين بالعهد القديم. قاموا حياة هي مع الأنبياء اللي حتى. نعم هذا فراغ. ما تفكروا بس أنا بدنا لك. هذا بتروحوا روح تفتح تشالنج أوروبا أمريكا وما كان. قنوات مخصصة لهالشيء. ناس عايشة فراغ ابتعاد عن الرب. ابتعاد عن الرب غروب الغرق الغرق الاستهلاك جماعة الاستهلاك نلجأ إلى الخزعبلات ويقول لهم أين النبي؟ فيا أبونا قال أين صدقوا؟ قال مظبوط ولا التلفزيون خليك تصدق إنه قال مظبوط. اليوم كلها صار لنا تلفزيون إذا أنت بتكره شغلة جمعة بحبوا فيها بدون ما تعرف جمعة مثل اليوم بقاعد تبرر انه شوي المرأة انه اذا حبت على جوزها شوي مقبول يمكن اذا جوزها ما منيحه واذا شوي المرأة تعبانه كمان كويس الرجال بيطلع شوي على مرته بيقبلوه بيقبلوه بالفكره. صار مر له شيء 200 300 مسلسل هيك وافلام لا يحصوا على الواعي هيك صار لازم طبعا هيك مش طبعا اسمعوا خبروني على كيف بدك تعملي على بنتك؟ ما كيف عم بدك تعملي عليك؟ في غرق في انفصال اليوم في هذه الختام. عد ملكا عد انت من تسلط على الطبيعه عد انت من تسلط على كل شيء ولا تدع شيء يتسلط عليك. كن كاهنا امينا لله العلي انقل كلمه الله ولا قدم نفسك ومن معك ذبيحة حية لله. كن نبيا صادقا في وقت كثر فيه فؤاد الكذب. كن نبيا لله ولا تكن نبيا لبعض. اختر ان تكون روحا قدسا في العالم او ان تكون روحا شريرا يفسح كلام الرب ويكون سببا للتشكيك. وما نرجوه ان نكون جميعا هذا الروح الامين الذي يدعونا الرب لنكون لنشر الامانه ويكون لنا بالفعل عمادا ملوكيا كهنوتا صادقا نبوءه امينه امين. حتى